بالنسبة للسوبر ارينال جلاند، فانا عندي رايت سوبر ارينال جلاند وعندي ليفت سوبر ارينال جلاند. الرايت شكلها تريانجولار ان شيب، الليفت شكلها سيمي ليونر ان شيب. طبعا واضح ان الليفت سيمي ليونر ان شيب وواصله لحد الهايلم. الرايت سوبر ارينال جلاند متوقع ان بيبقى ان ليفل لور ذان ذا رايت ذا ليفت سوبر ارينال جلاند. ليه؟ لان الليفر بيضغط على الرايت كيدني والرايت سوبر ارينال جلاند ينزلهم على تحت، فعشان كده بنتوقع الرايت سوبر ارينال جلاند على لور ليفل ذان ذا ليفت سوبر ارينال جلاند. اما نتكلم على الريليشنز، هنا اسهل حاجه نقول بوستيرور ريليشن لكل سوبر ارينال جلاند سواء ليفت او رايت بيبقى فيه دايفراج. يعني هنا في دايفراج وهنا في دايفراج سواء ليفت او رايت. الانفيرور ريليشن هنا سواء ليفت او رايت بيبقى هنا الابر بول اوف ذا كيدني. يعني هنا في الابر بول اوف ذا كيدني وهنا الابر بول اوف ذا كيدني. الاختلاف دايما بيبقى في الانتيرور ريليشن. فالانتيرور ريليشن في الرايت ابص الاقي هنا هنا ده في الرايت سوبرينال جلاند كفرد باي الانفيرو فينا كيفا. يعني في الحته دي بقى في الانفيرو فينا كيفا، بقيه السوبرارينال جلاند بتبقى كفرد بالرايت لوب اوف ذا ليفر. لما نيجي للليفت سوبرارينال جلاند الانتيرو ريليشن، معظم الانتيرو سيرفيس بتاع الليفت سوبرارينال جلاند بيبقى عباره عن بفورم الاستومك بيد. يبقى هنا في هنا الاستومك طبعا والبريتونيوم بتاع الليسر ساك. جزء من السوبرارينال جلاند تبقى متغطية بالإضافة للاستومك في البنكرياس والارتري اللي هو سبلينيك ارتري. يبقى لما اتكلم على الريليشنز اقول للاثنين بوستيرو سيرفيس كيدني وانا بوستيرو سيرف بوستيرو سيرفيس دايفراج وانا بوستيرو سيرفيس دايفراج، وبعدين انفيرور سيرفيس ابر بول اوف ذا كيدني وانا انفيرور سيرفيس ابر بول اوف ذا كيدني. الانتيرور سيرفيس في عندي هنا الانفيرو فينا كيفا ورايت لوب اوف ذا ليفر، وهنا الانتيرو سيرفيس الاستومك طبعا والبروتونيوم بتاع الليسر ساك، وقدام معايا هنا اهو بنكرياس وبارت من ارتري اسمه السبلينيك ارتري. هنا السؤال اللي دايما بيبقى في الام اس كيو او بتساله اللي هو البلاد سبلاي بتاع السوبرارينال جلاند. السوبرارينال جلاند بتمتاز بانها بتاخد 3 ارتريز، سوبيرو سوبرارينال وده طالع من الفرينك ارتري، ادي الفرينك ارتري وادي السوبيرو سوبرارينال، وبعدين الميدل سوبرارينال وده طالع من الابدومينال اورتا. سوبيرو سوبرارينال طالع من الفرينك، ميدل سوبرارينال طالع من الابدومينال اورتا، انفيرو سوبرارينال ده طالع من الرينال ارتري. يبقى سوبيرو سوبرارينال طالع من الفرينك، ميدل سوبرارينال طالع من الابدومينال اورتا، انفيرو سوبرارينال اهو طالع من الرينال ايه ارتري. الفينس درينج كل سوبرارينال جلاند ليها فين واحد. في الرايت سايد بيبقى سهل قوي بيصب في الانفيرو فينا كيف، يبقى ان الرايت سايد بيصب في الانفيرو فينا كيف. في الليفت سايد بيصب في الليفت رينال فين. خدوا بالك هنا بقى يبقى الانفيرو سوبرارينال فين واحد في الرايت وواحد في الليفت. الرايت بيصب في الانفيرو فينا كيف مباشرة والليفت بيصب في الليفت رينال فين. خد بالك ان الليفت رينال فين برضو بيستقبل فين تاني اسمه جونادال فين اللي هو تستيكرا او اوفريان فين. انما طبعا ولازم يكون متذكرين دايما الرايت سوبرارينال فين بيصب في الانفيرور فينا كيفا والليفت سوبرارينال فين بيصب في الليفت رينال فين.